السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني وأخواتي المتابعين الكرام في كل مكان؟ نحييكم من جديد في قناتكم كويتي ليدر، قناة الرحلات والمغامرات. نحن اليوم سنغادر كوبنهاغن، صح؟ أي الدنمارك. سنغادر الدنمارك باتجاه ألمانيا إن شاء الله عبر البحر. تأخرت شوية اليوم، الجماعة معطيهم شوية ملابس لكنهم تأخروا علي على ما سلموني إياها. نسينا شغلة يا شباب، الحين جراندايزر صار له فترة قاعد يتمشى بكوبنهاغن ومعترض، قاعد يقول لي وين يبا علم الدنمارك حجي؟ قلت له والله اني اسف اني ما ركبت علم الدنمارك، لكنها علم الدنمارك ركب على جراندايزر، لان جراندايزر وين يا شباب؟ في الدنمارك. الله يستر من تاير. خلنا نمشي، يعني لا تاير وضعه اوكي والزيت ناقص، المفروض اليوم اروح اعبي، بس بيني وبينكم ما نبي نضيع وقت، خاصة العب انا متأخر عن ساعة واحدة، العبارة ما ادري متى اخر موعد لها، وبيني وبينها ساعة ونص. فيفضل اني امشي ويصير خير، يروح جراندايزر مسقط رأسه في ألمانيا ويسوي اللي يبيه، صح؟ عبينا بنزين وكل شيء تمام. اليوم رايحين ألمانيا يا شباب، مسقط رأس جراندايزر. بإذن الله، إذا الله أراد الله يسهل. بيني وبين العبارة حوالي 160 كيلو، يعني إحنا ترى حتى أنا دراجة، يعني مو بس أنتوا دراجات، يعني فهم أن أكفولي حسسوني أني موجود. شوف الدنمارك، يعني اللي أنا شفته بلد يعني متنوع وجميل وهادئ ومنظم في قوانين ومرتب، بس ترى ما عنده شيء، عرفت؟ اوكي واحد ممكن يستمتع في الجو، يستمتع في الحدائق والملاهي متوفرة في الدنمارك، في بعض المنتجعات، يعني شفت اشياء انا في الدنمارك. انا قاعد اتكلم بس كدولة تنوع، وهذا اكتشفت شيء أثناء حواري مع بعض الأشخاص، اكتشفت أن لا يضرك هذا التطور والتنمية، ولا تقول أن هم مثلا متسامحين ونرحب بالهجرات ونرحب بالناس اللي يجونا من برا. أوكي أنت قاعد ترحب بالناس اللي يجونك من برا، بس بنفس الوقت قاعد تأخذ ضرائب، قاعد تأخذ من الناس ما يفوق 35% من دخلهم. تخيل الدولة تأخذ 35%، يعني إذا راتبك 1000 دولار هم يأخذون فوق 350 دولار، شو بقالك أنت؟
فيعني شيء اكيد يرحبون فيك، حياك الله تفضل عندنا عشان تجيب اموالك والدوله تاخذ 35% من الضرائب على اموالك، يعني وجودك مكسب لهم اصلا، ولذلك يقبلون اللجوء والدخول وهذه البلدان، يعني لانهم ما قاعد يصرفون عليك، انت قاعد تصرف عليهم. وبعض الناس يقولوا لك ايه والله لا هم يعطون ويعطون، اوكي هم يعطون من وين؟ مو من دخل الضرائب والناس اللي قاعد تدفع، عطى من اخذ من كيسه وعايده، عرفت؟ فلولا انك انت قاعد تفيد البلد وقاعد تدفع ما يقبلون فيك طبعا، يعني ما يقبلون فيك. لكن انت قاعد تشتري السياره وتعطي للدوله ضريبه، قاعد تشتغل وتعطي للدوله ضريبه، قاعد تبيع وتعطي للدولة ضريبة، فالدولة قائمة عليك. فأكيد تقول لك حياك الله تفضل شرف عندنا نرحب فيك، ما قاعد يعني ما قاعد تعطيك، قاعد تاخذ منك. هذا اللي أنا شفته في الدول الأوروبية مبدئيا من أول دخولي عليها، سواء يعني فنلندا ولا النرويج ولا الآن الدنمارك. بس هذا كله يعني شيء جميل انهم مثلا يتطورون منظمين، يعني بالمقابل يعطونك حياة كريمة، فهمت علي؟ شيء جميل. والناس شنو تبحث؟ يعني تبحث عن الحياة الكريمة، تبحث عن العدالة، تبحث عن النظام. الناس يحبون النظام، انا ما لي شغل عن المستهترين طبعا، الناس بطبعهم يحبون الحياة الكريمة والنظام وكل شيء يعني يكون متوفر لهم. الله يسهل إن شاء الله ويفتحه على جميع البلدان إن شاء الله ويريح العالم. بس الدنمارك ترى يعني فيها اشياء حلوة، فيها منتزهات، فيها حدائق، فيها اكثر من ممشى، كل مكان ممشى جميل. الدولة يعني ما هي متعبة، مريحة، يعني الناس متعاونين، فيها تنوع ثقافي، تنوع بشري، شوارع مثل ما شايف مرتبة، ماكو شيء. بس اللهم يعني الملاحظة المزعجة ظلمة ظلمة ظلمة، ما اشوف حتى انارتهم بالمدينة ولا شيء، لمبة صغيرة حطينا على ممر المشاة حتى مو على السيارة. وباقي الطرق مثل هذا شايف الحين ما في انارة اصلا، هذا بالليل هنا يمكن ما اشوف. أنا يعني الدنمارك البلد مو كبير حيل، يعني صغير. إن شاء الله أنا إذا رحت الحين المينا ما أدري في عبارة ما في، متى وقتها ولا أدري شو الموضوع. والله حصلت عبارة ركبت، ما حصلت عبارة بدش بر واتوكل على الله. بس اذا في عبارة افضل يعني عشان استهلاك الاطارات. هو الموضوع سهل طبعا، بس ما قلت لكم تبديل الاطار يعني مو شيء يعني بيج ديل، بس اول شيء يبي وقت، وثاني شيء تشتري اطار وانت قاعد تخزن وراك تخزين، ما له جدوى يعني. والرحله القادمه ما هي يعني على جراندايزر، أو كل شيء ممكن يجوز يتغير، الله أعلم. إن شاء
شارع واسع كبير إلى جنوب الدنمارك، أوسع وأكبر من شوارع النرويج وفنلندا والسويد. قلت لك أنا الأرض المسطحة تلعب دور، الدنمارك ما فيها جبل، أرضهم مسطحة فتطلع لك أشياء واسعة، ذيك الدول لا فيها تضاريس صعبة. ما عليه، نبندزه شوية عشان نلحق على العبارة. المينا ما ايش اسمه، روبي رود بي شيء كذي، راح احط موقعه باللوكيشن تحت اذا ركبت او ما ركبت، ما ادري شنو النظام، بس اتوقع يعني نفس اسلوب النرويج اتوقع. رودبي اسم موقع الميناء، المدينة اللي تطلع. ظاهر قاعد نعبر الى جزيرة اخرى، هذه يمكن اخر جزيرة بالدنمارك. طبعا الجزر كبار، ها ما هي جزر صغيرة. شوف هذا الجسر، وفي جسر هنا بعيد شوي شايفينه، اي نفس ما تقول الخريطة، جزيرة بين المنطقتين، بين البقعتين من الأرض. ما شاء الله الجو هنا شوي افضل من كوبنهاجن، حلو جو كوبنهاجن، بس هناك غيمة سودة ومطر جاي. هني احنا باتجاه الجنوب، شوف غيوم خفيفة وشمس ساطعة وجمال البحر واماكن جميلة تسر الناظرين، لكن قسما بالله قسما بالله، تعرفون ابو فارس اذا حلف ما يحلف كذا، قسما بالله انه ما هو اجمل منكم. ليتس جو. يا عيني شنو هذا صراحه، انت يا القرعه شغل عدل. عجيب. انقطعنا 150 كيلو، فأتوقع أني وصلت إلى الميناء. بس وين العالم؟ ليش بروحي أنا؟ لماذا أنا وحيد؟ أريد أن أخذ استراحة قصيرة هنا.
أبو دقيقتين. رحت سيده هناك ماكو شيء. بوت جاردن ممكن هني. أظن أن هذا المكان. أيوه شوي خلنا أعبي البطاقة. دفعت 66 يورو. طبعا خيرتني اي عملة بتدفع. انا تخصبكت ما اعرف عملتهم دنمارك. اقول لها يورو. قلت خلال اللي اعرفها. طقطقت شوي قالت لي 66 يورو. دفعنا وقالت لي روح جيت نمبر 1. نمبر 1 اجل اول واحد. ورا السيارة. يا شباب راح نغادر الدول الاسكندنافية الان باتجاه قلب اوروبا. راح نروح الى مسقط رأس جرندايزر. شباب اقتربنا من نهاية رحلة القطب الشمالي. جسر وظاهر العبارة تصفط. جسر مشاة وجسر مركبات. ووقوفنا هنا. اوكي متى تمشي تصدق ما ادري. تمشي الحين تمشي باكر. احنا واقفين ننتظر. نسألهم الحين. هو عموما انا الوقت ما دققت عليه لان فتحت السايت مال العبارة. كان كل ساعة ساعة ونص عبارة. عرفت قلت اي وقت توصل ساعة ساعة ونص في عبارة. خلص وصلت ويمكن الحين في عبارة. هذا حسب موقعهم قعدت اشيك عليه الصبح. بغيت احجز اونلاين لكن قلت اخاف احجز واتأخر او ما ادل او فول او ان انا فري مثلا نفس ما صار معي في النرويج. الحمد لله وصلت ولا بوابة وتدفع الباب والامور طيبة. عبارة رايحة ورادة بس يعني اخر موعد لها المغرب ساعة 5-6 اخر عبارة تطلع. بعدها ما في لي ثاني يوم. لا هم في هم في عفوا في في بالليل في 18 قريت و20 في 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 انا حسبتهم هذيلا بالنهار. لا طلعوا بالمساء. ما وقفت غير 5 دقائق ولا اشوف عبارة واقفة. وشبت خضرة. مسافة قصيرة عرفت بين الضفتين. فالعبارة رايحة رادة ما تطول. اقو زين اول واحد. اوكي نروح اخر شيء.
نروح عند اول مربط. Very good. هنا يا شباب تمام، حتى مربطهم جاهز، عرفت؟ ما يتعب. شبك كذي واربط. شوف العبارة يا جماعة، كل شيء فيها، سوبر ماركت، ثلاث أربع مطاعم، طاولات، كراسي، كل مكان. صاحب كل طلب فش مع بطاط قدة. لا مو بس كذي، حركت العبارة ولا حسيت فيها، مشت شغل عدل يا الحبيب. حياكم حياكم. فش وصلنا، والله ما طولت، سريعة. ويلكم تو جيرمني يا شباب. كرندايزر الان سوف احط في مسقط راسه. 1 2 3 اوبا. عدل عدل، وصلت مكانك. ايش عليه؟ تنيالك. Willkommen, mein Herr, in Deutschland. الحمد لله على السلامة يا شباب. Hier ist unser letztes Land auf unserer Reise. ايوه هنا نوقف ونضبط امورنا والدس والخريطة ونشوف اتجاهنا ونمشي. احنا وصلنا المانيا الحين، ما في لا بحر ولا شيء، وخطنا الله يسلمك في قلب اوروبا. نحن الآن في قلب أوروبا، هل تصدقون ذلك؟ أنا لا أصدق ذلك، هل أنتم تصدقون؟